بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي شاهدي مشاهدي الكرام، النهاردة طبعا حلقة جديدة من مطبخ رئيسة بعد غياب شهرين أجازة، فيا رب تكون إن شاء الله حلقة خفيفة عليكم وتكون حلقة حلوة كده. معايا شيف ميرفت جميل ما شاء الله عليها، أهلا أستاذة بيك. مطبخ، أستاذة شيف رقم واحد ما شاء الله. والله يعني أكلها على الكاميرا هيجي دلوقتي هتشوفه، ميرسي لك يا عم، والله تحفة تحفة الأكل بتاعها. لذلك هي شدتني كده على اليوتيوب إن أنا أجيبها تعمل الحلقة من جمال الحاجة اللي هي مقدماها، وفعلا هي الحاجة اللي مقدماها الكاميرا هتبين لها لحضراتكم، وهتشوفوا انها حاجات تحفة يعني صراحة. انا عايز اكل منها على الهواء. ميرسي ليكي، ميرسي، شكرا. فطبعا الاستاذة ميرفت عندها قناة على اليوتيوب باسمها ميرفت الجميل، مطبخ ميرفت الجميل، مطبخ ميرفت الجميل. فيا رب تكرمونا كده وتزوروها ان شاء الله باذن الله، ولا اتشرف طبعا القناة. اتشرف ان انتوا تزوروني طبعا على القناة بتاعتي طبعا. ان شاء الله النهارده الشيف ميرفت هتقدم لكم رز مبهر، وهتقدم كفتة كباب دجاج، وهنعمل ان شاء الله باذن الله بقلاوه بالكاستر، بقلاوه، وطبعا البتنجان كلنا عارفينه طبعا، مفيش حد ما يعرفش البتنجان المخلل. حتى طريقه رص الطبق ما شاء الله تحفه يعني، ربنا يبارك فيك. طريقه رص الطبق مختلفه يعني، ليك يا شوف الاستاذ عزب ان شاء الله يجيب لنا طبق البتنجان ده اللي هيفتح النفس ان شاء كل الله. الاكل لازم طبعا السلطه والبتنجان جنب الاكل ده. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها ان انا هعمل الرز بسرعه علشان خاطر هو هياخد وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط طبعا معلقه سمنه، بحب اعمل سمنه وزيت مع بعض لما باجي اطبخ. بحب قوي الزيت مع السمنه، يديله لمعه وما بيعجنش. بحب احط برده معلقه بصل، بتدي كده روح للرز. وهنزل طبعا بالملح. مظبوط؟ مظبوط. معلقه ملح، معايا معلقه بابريكا، ومعايا بهارات كبسه، دي بتتجاب من عند العطار، وطبعا كاري وكركم، هاخد برده معلقه. انا حبيت ان انا احط البهارات واحده واحده علشان خاطر، عشان كده هي بتقول رز مبهر، فلازم مبهر فيه بهارات كتير. في بهارات كتير عشان كده، بس طعمه ما شاء الله يعني شكله كده ما شاء الله. جميل. معايا برضو هاخد بهارات مشكله، كزبره على فلفل اسمر. يا ريت تركز على الحاجات الحلوه دي، خلي الناس كده تفوق وتصحصح كده. ان شاء الله باذن الله قبل ما يذوقوا تعجبكم باذن الله الطريقه بتاعتي، وتعجبكم الحاجات اللي انا عاملاها باذن الله، وتستفادوا منها. هشوح البصله، انا مش عايزه البصله يعني تتحمر، يعني عايزاها تبقى بيضه برضو بس متدبلانه يعني. تشويحه بسيطه. تشويحه بسيطه. بعد كده، وبعد كده هنزل الرز. رز بسمتي؟ رز بسمتي. بس ممكن ينفع رز عادي المصري بتاعنا الجميل يعني، ما فيش اي مشكله. هبتدي اشوح بقى الرز، اديله تشويحه كده بسيطه برضو، طريقه سهله خالص يعني للرز المبهر، بس طعمه بصراحه بيطلع خطير يعني ولا اروع بجد. البهارات هي اللي بتدي الطعم. البهارات البهارات بالذات، في مرقه دجاج بقى بتحبيها تحطيها، ما بتحبهاش ما فيش اي مشكله ما تحطهاش، يعني مش كل الناس بتحبها يعني. كده شوحت انا الرز، هحط بقى الميه بتاعه الرز. البسمتي بياخد الكوبايه بتاخد كوبايتين يعني، ما فيش، مش زي المصري بتاعنا، المصري بتاعنا الكوبايه كوبايه واحده. فانا هحط انا حاطه كوبايتين رز، هحط اربع كوبايات لان الرز البسمتي بيبقى بياخد رز اكتر، بياخد ميه اكتر شويه. قناه اليوتيوب بتاعت الشيف ميرفت على التلفزيون، يا ريت تزوروها وتشرفوها كده ان شاء الله، وتعمل لها لايك وشير. انا هسيب الرز بقى يغلي، وبعد ما يغلي طبعا هوطش عليه على الهادي خالص لغايه ما يستوى معانا. هنقفل عليه ونسيبه. هنقفل عليه ونسيبه. يعني مش متحمر يعني، ما حمرتش حاجه؟ لا انا ما حمرتوش، يعني لا ما حمرتش حاجه. بس بقى عايزه اقول حاجه، انا يعني معلقه صلصه كده بتدي يعني روح كده لل صلصه بيتي ولا صلصه بيتي؟ لا دي صلصه بيتي، بس لو في صلصه يعني معلبه ما فيش مشكله، بس انا بفضل الصلصه البيتي. فانا علشان كده انا ما شوحتهاش مع البهارات. لو هتحطي صلصه معلبه تشوحيها مع البهارات الاول قبل ما تحطي الرز، عشان ريحتها وطعمها يبقى حلو. فدي عشان بيتي، فانا احط ايه معلقه كبيره كده من الصلصه دي، بتدي طعم جميل جدا.
للرز وهقلبها بقى زي ما قلت لكم كده. خلص أنا الرز. خلص الرز معايا سهل جدا زي ما انتم شايفين، وطعم بقى عايزه اقول لكم خطير. هنبدا بقى نعمل هبدا كفتة. بقى اعمل الكفته. الكفته يعني اسهل مما يكون. الكفته اللي انا هعملها النهارده اللي هي كباب الدجاج دوت، معايا صدور فراخ، الصدور ديت مفرومه. انا عشان طبعا وقت البرنامج ما جبتهاش وفرمتها وكده، فعشان نكسب وقت. عشان وقتنا ضيق بس. عشان نكسب وقت. فانا فرمتها في البيت. السر بقى في ان انا اخلي الكباب بتاع الدجاج دوت طري وطعمه حلو قوي، ان انا بحط على نص كيلو بانيه او صدور الفراخ دي، بحط لها ليا. اللي هي دي طبعا كلنا عارفينها، اللي هي من عند الجزار. انا فرماها برده فرم ناعم كده في الكبه، ومعايا بصله حاطه لها فلفل اخضر وضربها في الكبه. طبعا كل ده علشان خاطر طبعا انتوا عارفين الوقت. وممكن تحطي خضره. انا حاطه ما انا هحط بقدونس اهو. معايا بقدونس اهو انا فرماه برده قطع صغيره جدا. البقدونس على فكره حلوه قوي برده مفيد. وهحط معلقه بيكنج باودر. معلقه البيكنج باودر الصغيره دي بقى تاثيرها سحر، بتخلي الكفته من جوه متفرغه مش ملكومه، بتبقى هشه مش ملكومه. بتبقاش ملكومه وناشفه. بتديها يعني زي هشاشه، وفي نفس الوقت بتخليها من جوه دايبه في البق. بتبقى جميله دايبه في البق. هاخد معلقتين بقسماط. معلقه خلاص مش هنا. خلاص هاتي دي مش هحط معلقتين بقسماط. بقسماط جاهز ولا من العطار برضو؟ لا ده انا عاملاه في البيت دوت. انا عندي عاملاه في البيت دوت. دي وصفه رابعه دي. دي وصفه رابعه. ده العيش انا مش برميه. العيش البايت يا جماعه ما حدش يرميه. العيش البايت بنفرمه فينو بلدي اي حاجه. بنفرمه، وبعد ما بنفرمه بنحط عليه بهارات الحلوه اللي احنا عملناها دي كلها، ونقلبه. بيبقى احلى من بتاع بره كتير. يعني انا عندي مبدا اللي اعرف اعمله ما اشتريهوش من بره خالص. بعد كده بقى اهو كده هبتدي بقى افرمه. مش هينفع طبعا بالمعلقه، بايدي وغير هنشتغل بالايد بقى، بس لسه ما حطيتش طبعا الملح والبهارات. هحط معلقه ملح، طبعا الملح حسب الرغبه، طبعا حسب ما انت بتحبي. هحط معلقه بابريكا. البهارات الكبسه مش هحطها لان دي طبعا تبع الرز. شيف ميرفت على التلفزيون، قناتي مطبخ ميرفت الجميل. اتمنى ان انتوا تشرفوني وتزوروا القناه بتاعتي، ان شاء الله يعني تنال اعجابكم. هحط طبعا بهارات بقى عاديه، فلفل اسمر، كمون، كزبره. في ناس بتحط للكفته بيض، انت ما بتحطش بيض؟ لا انا بحط للكفته ممكن بيض وبقسماط لكفته اللحمه. لكن لكفته الفراخ. اللحمه كفته الفراخ ما يفضلش. حسب الرغبه. هي حسب الرغبه. حسب الرغبه. بس انا ما بفضلش احط. في ناس بتحط لها شويه زيت يديها لمعه بس. لا ما انا حاطه ليا. مش انا حاطه ليا. انا نسيت. حاطه ليا. انا نسيت حاطه ليا. لا انا حاطه ليا. الليا دي بقى عايزه اقول لكم تاثيرها خطير. الليا دي تاثيرها مختلف. ما بحبش الليا. لا عارفه ما قلتش بتحبهاش، بس الطعم بقى اللي في البيت عشان أكيد. كده انا بستغنى عنها بزبده. ممكن بأي ممكن حاجة. طبعا طبعا مش متوفره. يعني طيب هنعمل ايه؟ لا في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. انا عشان كده بستغنى عنها بزبده دي حسب الرغبه، بس هي طبعا ليا اللي يفضلها افضل، يعني اللي يحبها افضل كتير بتحط ليا افضل. طبعا لا طعمها كمان بيبقى حلو قوي. حتى في الياضاني دي. دي ليا ضاني. حتى في كفته اللحمه يعني بتبقى جميله جدا. هبتدي بقى انا اسيبها في المفروض يعني ان انا اسيبها في الثلاجه نص ساعه، اغطي عليها واسيبها نص ساعه عشان خاطر لما بتتعمل يعني بتتساب شويه بتبقى افضل، ان انا ايه ان انا النتيجه بتاعتها بتبقى احسن يعني. هجيب من الطعم طعمها بيبقى حلو. فانا طبعا عشان ما فيش وقت بقى فانا هعملها دلوقتي كده. طبعا ايه طبعا معايا زيت، لازم ادهن الصينيه طبعا. طبعا شيف ميرفت عامله نسخه طبعا عشان وقت الهواء عندنا ضيق. الوقت ضيق معانا. عامله نسخه ان شاء الله. عم معزب استاذ التصوير هيجيب لنا صورتهم كده على الشاشه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احط في ايدي شويه زيت طبعا عشان تبقى سهله عليا. الشيش طاووق دوت يفضل يعني ان انت قبل ما تشتغلي بيه تحطيه في ميه
نص ساعه كده علشان ما يتحرقش معاكي لما تيجي تدخليه الفرن. انا جايباه جاهز اهو. فهندهن ايدي زيت زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى اصبع الكفته الجميله بتاعتنا. شغل مطاعم شغل رقم واحد. الكفته اللذيذه بتاعتنا دي بجد خطيره، جربوها مش هتندموا. بس طبعا انت بقى ايه، لو عندك الكبه ممكن تاخدي بقى كل اللي احنا ضفناه على بعضه ده وتضربيها ضربه في الكبه. اه هتبقى جميله قوي. وعموما المطبخ يا جماعه افتكاسه، المطبخ ده اختراع، ومحدش يقول ما بعرفش. ما عنديش حاجه، في حاجه قصادها حاجه. لو ما عندكيش اللي هي عندك قصادها حاجه. اه في سمنه، ما عندكيش زي اللي عندك قصادها حاجه. يعني بالظبط، يعني الست الشاطره بتتصرف. يعني يعني انا عايزه اقول حاجه، يعني انت ممكن ما تعمليهاش على عصايه الشيش طاووق، ممكن تعمليها بالمسن بتاع اللي بنسني بيه السكاكين، بيبقى موجود ده في العلبه بتاعت السكاكين، ممكن تعملي بيه، ممكن على على ايد معلقه، على ايد شوكه. يعني بص مش عايزين يعني نقولوا ايه ده الدنيا، لا مفيش ده يبقى ما اعملش، لا اعمل اي حاجه، كل حاجه ممكن تعمليها. ست الشاطره تتصرف. بالظبط كده، الجيش بيقول لك اتصرف، الجيش بيقول اتصرف. ست الشاطره ما تقفش قصادها حاجه. الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما خدتش معانا وقت خالص، حتى لما تيجي تفرمي الكبه كله فوق بعضه بتبقى سهله جدا. انت كده هتحطيها في الفرن مش كده؟ اه هنحطها في الفرن. اه في ناس بتحبها مقليه، ممكن تعمليها في الطاسه او على الجريل. انت عملتيها على فحم ولا محطوطه؟ انا حاطه لها بقى بعد ما خلصتها، بعد ما طلعتها من الفرن عملت لها فحميه على البوتاجاز. عايزين نوطي على الرز عشان شكله خلاص نشف. في ميه لسه؟ في لسه. تحطي بقى بعد ما تطلعيها من قلب ال الفرن فحميه بقى، وتغطي بقى وشمي الريحه بقى والجمال بتاع الريحه كده. يعني سواء الكفته في الفرن او مقليه لا طعمها جميل. بتحب الكفته عموما؟ اه، وهي حتى لو اتقلت، هي لو اتقلت وحطيت لها الفحميه برضو بتجيكي نفس النتيجه. يعني على فكره شيف ميرفت انا شفت عندها كفته عشان كده جبتها. اه هي اللي طريقه الكفته هي اللي جابتني هنا. كفته صراحه لا انا عامله وصفات حلوه قوي على قناتي، ان شاء الله لو شرفتوني وزرتوا القناه بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم. يعني عامله وصفات حلوه قوي، وعامله كمان اكلات على قد الايد، على قد الايد. اه يعني اخر الشهر كده بتبقى الدنيا بايظه ساعات. البتنجان مخلل طريقه التقديم بتثبت ان الاستاذه ميرفت ما شاء الله، يعني استاذه مطبخ، يعني بيبان من العنوان كده. انا عامله بيبان من العنوان. ربنا يبارك يعني فيك. يعني طريقه التقديم اقسم بالله مختلفه. ميرسي لك يا والله. يعني طريقه التقديم انا مش بشكر فيها والله. بصي اللي عم عزب جاب لكم، شوف طريقه تقديم البتنجان المخلل اللي احنا بنعمله في البيت، بس مش الديكور النهائي كده. البتنجان على فكره طريقته سهله قوي. انا قالياه وعامله له تومه بفلفل اخضر، لا بفلفل احمر. بجيب الفلفل الاحمر بهرسه، الهريسه الحاره ديت، بجيب الفلفل شوي شوي بيقعد بيقعد من السنه للسنه. يعني انا بعمله من السنه للسنه. على فكره كل الحاجات دي انا عاملاها على القناه، يعني لو حابه لو حبيتوا ان انتوا تشوفوها على القناه هتلاقوا كل الحاجات دي اللي انا عاملاها. ان شاء الله هيدخلوا وهيشوفوا باذن الله. هيشرفوني طبعا لو دخلوا، اي حد يدخل قناتي هيشرفني. طبعا انت ما كملتيش خلطه البتنجان دي، انت عامله توم و انا قليت البتنجان. وبعد ما قليته انا عندي الهريسه دي انا عاملاها في البيت، فرمها في الخلاط. مش كده؟ اه شاويه الفلفل. لا انا مش هشويه ولا مقلي ولا مقلي. انا بص اهم حاجه في الهريسه عشان تقعد معاكي من السنه للسنه، الفلفل ده ما يتغسل ويتنشف بس، وبعد ما تنشفيه تضربيه وتحطي له زيت. تضربيه في الخلاط؟ اه تضربيه في الكبه وتحطي له زيت، اهم حاجه. بس في ناس بتشويه على الشوايه وبتهرسه، وفي ناس بتسلقه وبتهرسه. بس اهم حاجه ان هو ما يطولهوش ميه، لان لو طالوا ميه هتبقى مشكله. مش هتلاقي عمل، مش هيعيش. ايوه مش هيعيش معانا خالص، مش هيعيش معانا نهائي يعني. لكن لو انت عملتيه ونشفتيه كويس من الميه وبعد كده هرستيه في الكبه وتحط له طبعا الثوم وتحط له التوابل بتاعته، تقعد من السنه للسنه معاكي بس. وبعد كده حطينا ليمون بقى وقلينا فلفل زي ما انتم شايفين. طريقه سهله خالص خالص، ما فيهاش اي حاجه. تسلم ايدك. بس كده اتملت الطاسه. اه اتملت الطاسه بقى. هو ممكن نجيب واحد كده برضو لو ممكن نجيب واحد، نجيب واحد بالعرض كده. بالطول ساعد، مفيش مشاكل. ماشي كده كده احنا هنعرض.
وسعي كده. طبعا كده الكفته انتهينا من الكفته كده تمام الكفته دي عينه طبعا مين عشان نلحق بس الهواء نعمل طيب الجلاش. تمام تمام نعمل الجلاش لان عندنا الفقره الثانيه الشيف دعاء ان شاء الله مشرفانا في الفقره الثانيه باذن الله. الجلاش بقى سهل، البقلاوه دي يعني عايزه اقول لكم طريقتها في منتهى السهوله. طبعا هنجيب اللبن اول حاجه، يعني انا عاملاها بالكاستر، طريقتها بالكاستر. الكاستر باكو كاستر معايا، الكاستر لو مش متوفر طبعا هيتحط نشا، انا هحط معلقه نشا بس، الكاستر يعني بيديها طعم حلو قوي. واللبن ده بارد ولا انت غليتيه قبل لا كده؟ لا انا غلياه قبل كده. اللبن مغلي. هحط بقى معلقه جوز هند ومعلقه نشا ومعلقه سكر. السكر طبعا حسب الرغبه، يعني انت حسب ما بتحبي التحليه بتاعتها. وهقلبها طبعا على البارد، وهانزل بيها على البوتاجاز. هنفضل نقلب فيه لما نقلب فيها كده قبل 4 دقايق يا شيف. ماشي حاضر. طبعا يفضل اللبن على النار لما قوامه يبقى متماسك شويه. فالشيف ميرفت برضو هتوريكم طريقه رص صينيه الجلاش بس بسرعه. شيف ميرفت ماشي. انا عايزه اوطي على الرز حضرتك. انا هسيح السمنه طبعا عشان مش هينفع ان انا استخدمها كده. يعني على ما اعتقد ان في ستات كتير عارفه طريقه رص الجلاش، يعني مش صعبه. لا انا بعمله بطريقه كويسه يعني شويه. انا كده كده عشان الهواء اللبن مش هيلحق. لا هيلحق ان شاء الله، بس هي سهله جدا ما فيهاش حاجه. انا هحط السمنه، جزء من السمنه الفرشه. المعازه بيركز على الحاجه المعموله دي عشان الشيف ميرفت ما تزعلش مننا، عايزين نركز على الحاجه الحلوه اللي معموله عشان كل في القناه يفطروا. شكلهم كده مش فاطرين النهارده شكلهم مش فاطرين. دقيقتين بسرعة على نص الساعة الأولى. مش هنحط حاجة بقى اهي 10 دقايق ولا حاجة. ناخد 5 دقايق عادي. ده بالثانية. معلش. هنعمل هنرص كده. كده كده هنقسم لفة الجلاش نصين، نص تحت وبعد كده هنحط. لا انا بعملها بطريقه يمكن مختلفه شويه. تحطي رأيين. لا 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 بعملها لا بعملها نصها بره ونصها جوه كده. نصها بره ونصها جوه كده. كده خلاص معايا خلص بسرعه. النشا والكاستر خلاص تعملوا بسرعه. مش بقول لك انا اصلا سريعه، يعني انا ما بغيبش في ما باجي اعمل اي اكل مش بغيب، بس انا بحبها. واحده بره واحده جوه كده، وبنبتدي ندهن عشان السمن دي بتديها خفه، هي اللي بتديها الترويقه اللي هي تبقى رقات. لو طبعا عشان وقت الفقره بلغونا ان انتهى. فالشيف ميرفت هتحط الطريقه دي. هتحط امتى المهلبيه بسرعه؟ حاضر. عشان المهلبيه بس بسرعه ثواني. حاضر بس نعمل لها قاعده كده. ماشي بسرعه بسرعه عشان ميرفت استعجلوا في الكنترول. ماشي حاضر. بس ما يكبر كده. ماشي
استني واحده بس، نحط الخليط بعد كده هنحط بقى الكاستر. طبعا هنحط الكاستر، اشرح الطريقه. هنحط الكاستر ونقفل بقى عليه، ونقفل باقي لفه الجلاش. يبقى في المفروض الكاستر يبقى في النص، نص السنه كده بالظبط كده. وطبعا دي الفقره الاولى، يا رب تكون عجبتكم ونالت على اعجابكم. معاكم كانت شيف ميرفت الجميل، يا رب تزوروا القناه بتاعتها، ويا رب تكون الفقره الاولى نالت اعجابكم، ده اكيد يعني انا متاكده من كده. ومعانا ان شاء الله الفقره الثانيه الشيف دعاء. لازم طبعا مهم قوي في الجلاش ان انت تدي له سمنته كويس قوي، لان لو ما خدش السمنه بتاعته كويس هيطلع معاكي معضم. كلمه من عندك. يلا اتمنى باذن الله ان الحاجات اللي انا عملتها النهارده والوصفات دي تنال اعجابكم، وما تنسوش بقى تشرفوني في قناتي مطبخ ميرفت الجميل على اليوتيوب. ان شاء الله باذن الله، ولينا لقاء تاني باذن الله.